بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الأطهار. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لكم منا أجمل عبارات الترحيب والثناء، ونحن نلتقيكم بلقاء رمضاني آخر وبرنامج حنين الروح. كلنا أمل وطموح أحبتنا الكرام أن نقدم لكم ما يقع في نفوسكم موقع الرضا والقبول بتوفيق وعون من الله تبارك وتعالى. حذر أهل البيت عليهم السلام من اتباع الشهوات والأهواء الشيطانية، فقد وردت تعبيرات عميقة نابعة من عمق الإحساس بخطر هوى النفس. وفي هذا المجال يقول أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء: اهجروا الشهوات فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب والتهجم على السيئات. وفي حديث آخر نجد أن هذه المسألة تشتد لعاقبة اتباع الشهوات لدرجة أن الإنسان يخرج من الدين والإيمان كليا. فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: طاعة الشهوة تفسد الدين. وفي هذه الحلقة سيكون عنوان الحلقة: شعاع من شمس روايات مخالفة الهوى، شعاع لا يخبو نوره ولا ينتهي عطاؤه ولا تنضب موارده ولا تتراخى مقاماته. إنه شعاع شمس الروايات المشرقة التي صدرت عن الأئمة الأطهار، وهي تنهي عن مخالفة الهوى. فنتمنى مشاهدتكم وتفاعلكم وطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر رقم الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم مشاهدة البث الحي لهذا البرنامج عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حنين الروح بموقع الفيسبوك. نبدأ الحوار على بركة الله بعد هذه الوقفة القصيرة. حياكم الله أحبتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ الحوار على بركة الله مع ضيفنا الكريم سماحة السيد عادل العلوي. حياكم الله سيدنا العلوي، وأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم. حفظكم الله ورعاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة مع هذا المدح والثناء منكم. الله يعزكم سيدنا العزيز. ما زال الحديث مستمر حول هذه الروايات التي صدرت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وهي تأمرنا بمخالفة الهوى. فنستمع حيثما انتهى حديثكم في الحلقات السابقة. هذه الطائفة كبيرة من الأحاديث والروايات، ولا يسعنا في الواقع أن نستعرضها بحلقة أو حلقات، والحديث مع جنابكم حديث شيق وممتع، لذا نغوص في هذا البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. آمين آمين رب العالمين. النفس الإنسانية عندما تقارن بكلمات أخرى تتعلق بالروح، كالروح، نفس الروح الإنسانية والقلب الإنساني والعقل الإنساني والفطرة الإنسانية والغرائز الإنسانية، هذه الكلمات من ورائها لا شك معاني مختلفة، وإنما يشار بها إلى حالات الإنسان وتركب الإنسان، حيث أنه مركب من جسد وروح، فباعتبار الجسد ما له من الجوارح الحسية، وباعتبار الروح ما له من الجوانح الباطنية. فعليه عندنا قلب وعندنا نفس. من باب المثال النفس الأمارة بالسوء بعدما تلوثت بالمعاصي والذنوب وازدادت حتى أصبحت آمرة بالسوء وأميرة السوء، فمدينتها مدينة الخبائث والأقدار والرذائل والسقوط والهواية، هاويات، مهلكات، حياة تعبانة، حياة شرور. من كانت نفسه آمرة في وجوده. وعندنا إن هذبها وخالفها وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه يدخل في مدينة القلب الفاضلة. فهنا يأتي دور القلب الذي هو في إصالته حرم الله وعرش الرحمن. القلب في البداية خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون حرمه وحريمه، وليكون العرش الإلهي الذي هو في السماء السابعة وفوق السماء السابعة في الأرض يكون عرشه في القلب. القلب وما أدراك ما القلب. فهنا من يعيش القلب بفضائله ومكارمه ومحاسنه يعيش حياة راحة، حياة طيبة، لأنه حيينه حياة طيبة بعدما آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى لنحيينه. الله متكفل يقول حياتك علي، أنا أحييك حياة طيبة. حياة طيبة ليس معنى أنه أموال طائلة وقصور وما شابه ذلك، هذا أنما يعطيه للكافر، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما، أو ليس المتاع شهوة وما شابه، هذا يعطيه الحيوان أيضا، الحيوان أكثر منا شهوة، العصفور أكثر من الإنسان شهوة، معروف. فليس المقصود من الحياة الطيبة هي حياة الشهوات والملاذ والمتاع الجنسي وغير الجنسي، إنما الحياة الإلهية، الحياة المعنوية، الحياة الذي الآخوند الكبير المحقق الخراساني صاحب الكفاية من أول الليل إلى السحر يقرأ في الأصول، كفاية الأصول ثلاثة في الحوزة عندنا، ثلاث كتب درسية لمئة سنة وأكثر، ثلاثة ليس لها نهاية، رسائل مكاسب كفاية، رسائل ومكاسب للشيخ الأنصاري عليه الرحمة رضوان الله تعالى عليه، والكفاية للشيخ الآخوند المحقق الخراساني قدس الله نفسه. فيقال أنه في الليل عندما كان إلى السحر يفكر، فإنه في السحر عندما كان يفتح له باب الفهم والعلم وتنحل عنده المشاكل الأصولية، فإنه يبتهج ابتهاجا بحيث كان يخرج ويصعد على السطح أو في ساحة المدرسة وينادي بصوت عال أين الملوك وأبناء الملوك، لذة فوق ملك الملوك. هذه حياة طيبة، وإن كان مريضا عليلا سقيما لا يضره ذلك، إنما هو يعيش حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليس فيها حسد، ليس فيها كبر، ليس فيها رذائل، حياة جنة، لأن الجنة ليس فيها رذائل، الجنة دار الفضائل، دار السعداء، والنار دار الرذائل ودار الأشقياء. فالذي يعيش الفضائل الأخلاقية يعيش حياة طيبة، حياة جنة وحقك. لا أقول جربت ذلك في حياتي، ولكن تأتي ساعات أنه الإنسان يشعر واقعا في الجنة. هسه إما في زيارة في حج، في مسجد، في مطالعة كتاب معنوي أخلاقي، يجد أنه مرتاح نفسيا، ويكون له ساعة لا توصف وحقك. يعني أقسم بحق هذا القرآن، يأتي ساعة للإنسان لا يمكن أن يصفها، خارج عن التصور البشري. صحيح. لأنها من ساعات الآخرة، ليست من ساعات الدنيا. الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، إن هي إلا متاع قليل بالنسبة لها متاع الآخرة، ساعة الآخرة. ساعة الآخرة عندما يكون إنسان في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يجد نفسه في حضرة الله، ويرى الله سبحانه وتعالى بقلبه، بحقيقة إيمانه، يرى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، لا يمكن واحد يفسح ببعض الكلمات ويفصح ببعض الكلمات خوفا على الناس. سمح سيدي، يعني هذه النقطة التي أثرتموها، لو تسمحوا لي أقاطعكم، يعني كثير منا وأنا تقاطعني في مثل هذا الموضوع. الله يسلمك سيدنا، بس أتصور المشاهد ما يقبل منك، يقول خلي سيدي براحته. نعم، لأنه دا أنا في هذا يعني أصعد إلى القمة. هو السؤال سمح سيدي، هذه الحالة اللي يعني الإنسان يعيش اللذة، يعني أنا المتكلم الحقير أمامكم بأنه أود بأنه أعيش كل حياتي هذه اللذة، لكن لم تحن لي الفرصة، ربما في يعني السنة ربما مرة واحدة، بينما هناك عباد الله وجنابكم منهم إن شاء الله كثير ما تصلكم هذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام، الظاهر عن رسول الله العظيم وعن الأمة عليه الصلاة والسلام، ألا ألا ألا، للتحريض وللتنبيه، انتبهوا، ألا في دهركم نفحات، النفحات الإلهية القدسية الكمالية، خلافة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ألا في دهركم نفحات لله سبحانه وتعالى، فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. نفحة قدسية تأتيك، أنه اذهب إلى مجلس سيد الشهداء، تشعر في نفسك أن هناك من يقول اذهب إلى مجلس سيد الشهداء، اذهب إلى الجامع، اذهب إلى ليالي القدر، إلى أحياء ليالي القدر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك نفحة من هذه النفحات القدسية الإلهية، هذه الحياة الطيبة. لكن الإنسان بعض الأحيان لما عنده من الذنوب السابقة، مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني، اخرج فإنك رجيم. شيطان لا يتوفق. فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. هذه النفحة القدسية تعرف في طيلة حياة المرء تكون واحدة، مرة واحدة يتوفق إلى هذه النفحة، ومنهم من يتوفق في كل سنة مرة، ومنهم من يتوفق في كل شهر، ومنهم من يتوفق في كل أسبوع، ومنهم من يتوفق في كل يوم، ومنهم من يتوفق في كل ساعة. تأتي النفحات القدسية، يقوم لصلاته، تارة يستعجل في صلاته وكأنما صاروخ، وتارة تجده يتلذذ بصلاته ويعرج بروحه. الصلاة معراج المؤمن وقربان كل التقي، فيعرج بروحه ويصل إلى قاب قوسين فيرى ما لا يراه غيره. والله العظيم، والله العظيم، يرى ما لا يرى غيره ويسمع ما لا يسمع غيره. أحد علماء النجف الأشرف من مراجعهم يقول كان في الركوع صار عنده حالة روحانية، نفحة قدسية إلهية، فأخذ يذكر سبحان ربي العظيم وبحمده مرة، مرتين، 7 مرات، 10 مرات، والناس في الركوع. منهم من تعب أفرد صلاته، يقال عدوا ذلك، وصل إلى 70 مرة قال سبحان ربي العظيم وبحمده، بقي منفردا في صلاته. بعد الصلاة قالوا مولانا والناس انهزمت، هذا شنو الركوع؟ قال صارت عندي حالة قلت إلهي أقولها إما أن أموت وإما أن أسمع منك لبيك عبدي، فيقول سمعتها ما شاء الله، سمعتها. هاي حالة، هذه برمضان في ضيافة الله. إلهي هب لي قلبا، في دعاء مناجاة الشعبانية، هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، أعطيني فت قلب بحيث هذا القلب يشتاقك يحبك، وهذا الشوق يدنيه إليك يقربه إليك، هذا القلب يتقرب يوم على يوم ساعة بعد ساعة إليك. ولسانا يرفعه صدقه، أعطيني لسان عندما أذكرك بالصدق أذكرك، عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين واقعا إياك نعبد، لا أعبد غيرك، لا أعبد الباطن وشهوة البطن والفرج وشهوة الفرج، فقيمة الإنسان ما يخرج من بطنه وشهوته وفرجه، لا أعبدك أستعين بك صادقا في قولي. هب لي لسانا يرفع إليك صدقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح من يرفع؟ يرفع العامل الصالح، لأنه العمل معلول، وإذا ارتفع المعلول ارتفعت العلة، لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول بين السبب والمسبب، فحينئذ الذي يرفع هذا العمل الصالح هو الإخلاص والصدق والأمانة، أن يكون مخلصا صادقا. فأعطني لسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه إليك حقه. لا أذكر هذا المعنى. إلهي الله أكبر، شوف القلب ماذا يفعل. أعظم خزينة لله في الكون هو قلب، في الحديث الشريف أعظم خزينة الله، لله خزائن، خزائن السماوات والأرض، وينزل بقدر وعندنا خزائنه. يقال أعظم الخزائن الإلهية في عالم الكون والتكوين، كن فيكون، وفي عالم الأمر والخلق، لله الأمر والخلق، أعظم ذلك هو عبارة عن القلب. قلب العباد أم مطلقا؟ قلب العباد. قلب القلب هو الرسول الأعظم، قلب القلب هو الرسول الأعظم، وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام نور واحد. إلهي هب لي، هب هذه ليلة الجمعة يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، مواهب هب لي، هب لي هبة سنية، سنية عالية، سناء علو ارتفاع، وأنت العلي الأعلى. إلهي هب لي، يعني لا يكون في مقابل عملي، أنا لا عمل لي. إذا أردت أن تعطيني من باب معاملة، من باب شراء وبيع، من ذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ أنا ما عندي. أن هذه النفس القدسية ونفس الشهيدة والشهادة ما عندي فعلا، فأريد منك أن تعطيني هبة، منحة، تعطي من سألك وتعطي من لم يسألك ولم يعرفك، تحننا منك ورحمة في دعاء رجب. فأنا أريد أن تعطيني رحمة، أنا ضيفك وأريد أتدلل عليك، اليوم أريد أتدلل مدلا عليك، فأريد تعطيني رحمة ليلة الجمعة إن شاء الله. فأريد أن تعطيني الرحمة، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا، بصيرة القلب بحقيقة الإيمان، أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، محمد وآل محمد معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك وجلال مجدك. إن شاء الله نصل إلى هذه المقامات. شكرا لكم سيدنا العزيز. فاصل ونواصل. لا تغتر برحمة الله فتغفل عنه، ولا تيأس فتخسر الدنيا والآخرة. العارف الكامل الإمام روح الله الخميني. حياكم الله من جديد، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. نستأنف الحديث مع ضيفنا الكريم. حياكم الله من جديد سيدنا العزيز، ونستمع إلى عبق كلماتكم. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك. عندنا انقطاع وعندنا كمال انقطاع. الانقطاع عندما ينقطع عن الدنيا وملاذها وشهواتها يزهد فيها، هذا هو الانقطاع. كمال الانقطاع أنه ينقطع حتى عن نفسه، هذا كمال الانقطاع. لا يرى في الدير ديار إلا هو جل جلاله، حتى لا يرى نفسه، حتى لا يفكر أنه أتقرب إلى الله بهذه الأعمال للثواب، للجنة، للحور، أبدا. حتى الحور لا يفكر بها، حتى الجنة لا يفكر بها. فقط أنت بغيتي، أنت مناي، أريد وجهك، ماذا تريد؟ هذه الجنان فادخلها بسلام آمنين. يقول إلهي في الحديث، إلهي كانت الجنة في الدنيا شبيه لهذه الجنان، مثلا في الفواكه لها شبه، في الجنان لها شبه، لأن الدنيا ظل الآخرة. حقيقة الجنة في الآخرة، ولكن ظلها هذه البساتين وهذه الغابات اللي موجودة. فيقولون نحن تركناها، زهدنا فيها، إذا ماذا تريدون؟ يقول نريد وجهك. فيكشف عن سبحات وجهه فيغمى عليه من شدة جمال وجه الله. وجه الله محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآله. أنتم باب الله الذي يؤتى. وجه الله يعني ما يوجب أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف الله بهم. بنا أعرف الله، أنا عندما أعرفك بإيش؟ لو أراك من خلف لم أعرفك، إنما أعرفك عندما أرى وجهك، فالوجه هو الذي يعرف. فوجه الله بهذا المعنى، بأنهم الذين يعرفون لنا سبحانه وتعالى، فيرون ذلك بجمالهم الحقيقي. الرسول الأعظم كان في حياته من يراه وهو منافق، رئيس المنافقين يرى الرسول الأعظم. هذه رؤية بصرية، هذه رؤية ظاهرية. هناك من يرى الرسول الأعظم بباطنه، أويس القرني رضوان الله تعالى عليه، من كان مع الرسول ومصاحب للرسول سنين، ولكن بعد رسول الله انقلب على عقبيه، ترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وخالفه وخاصمه وغصبه وحقد عليه وحقدت عليه. إلا أن أويس القرني كان من شهداء صفين مع أمير المؤمنين روح الفداء، مع أنه لم يرى الرسول الأعظم، لشدة شوقه. قال لأمه أجيزي أنه أذهب إلى المدينة وأرى الرسول الأعظم؟ قالت بشرط أنه لا تنزل من بعيرك. قال قبلت، فقد أرى جماله. جاء إلى المدينة، وكان الرسول خارج المدينة فلم ينزل، فرجع. عندما جاء الرسول ماذا قال؟ معروف، قال إني أشم رائحة الجنة من اليمن. هذا من أهل الجنة، عاشق لرسول الله، فكان من شهداء صفين. لذا الرؤية القلبية هي العمدة. هناك من يقول سيدي ومولاي يا صاحب الزمان أريد أن أراك. جيد، رؤية بصرية، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن أين الرؤية البصرية مع البصيرة؟ بعض أساتذتنا كانوا يقولون أنه تطلب رؤية الإمام، لا أذكر هذا المعنى قلبا. دعني ربما من المشاهد من لم يستخدم هذه الكلمة، فالأولى أنه تترك. الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ولم أكن حكيما ولكن خوفا على الناس. فالرؤية القلبية وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. كل هذا الذي نذكره في ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي شهر رمضان في القرآن الكريم، هذه الكلمات ورود من أهل البيت، أزهار، هذه الورود والأزهار والنخيل الباسقات والأشجار المثمرات إنما يكون في الربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. لذا تسمع ونسمع ونقرأ وتقرأ وتلهم من الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات الإلهية التي تفتح لك آفاق جديدة في حياتك الطيبة، أن تعيش حياة طيبة، حياة إلهية، حياة روحانية روحية. فهذا إنما يكون في القرآن الكريم. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن. اسمح لي، ثلاث كلمات متداول على الألسن بالنسبة للقرآن الكريم، لها معاني ومصطلحات عند أهل العلم. أريد أن أذكر موضوع جديد بالنسبة لهذه الكلمات الثلاثة، وهي ترتيل القرآن الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تلاوة القرآن الكريم في سورة البقرة أنه يتلون الكتاب حق تلاوته، فعندنا ترتيل وتدبر، تاءات ثلاثة، ترتيل تدبر وبعد ذلك تلاوة. الفرق بينهما ترتيل وتدبر وتلاوة. وتلاوة حلوة، نعم، كلمات حلوة. التلاوة غير الترتيل؟ أكمل، استعجلت. الترتيل أنه يقرأ القرآن ويظهر حروف القرآن، كلمات القرآن، ويعرف معاني القرآن ومعاني الألفاظ إجمالا، كما هو الغالب عند الناس عندما يقرؤون القرآن ترتيلا، إنما يعرفون الكلمات والألفاظ وما وراءها من المعاني ولكن إجمالا. هذا يسمى بالترتيل. هذه المرحلة الأولى في تلاوة القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. المرحلة الثانية التدبر، وهو أنه يفهم النتائج، يفهم نتائج هذه المعاني والألفاظ القرآنية. مثال ذلك معروف أنه واحد من اليابانيين، أنا ما حافظ اسمه، هذا أسلم وعنده 2 بنات، كل ما حاول أن يسلم البنات يسلمنا ما يقبلون الإسلام، إلى أن طلب من واحد من المسلمين أنه تعال احشوي بناتي. هذا أول ما دخل عليهن، عليهما 2 باعتبار، دخل عليهم في دارهم، أول سؤال اللي سئلت إحدى البنات أنه ما هو نظر الإسلام في النساء. الله سبحانه وتعالى ألقى في فهمه وروعه من سورة الأحزاب أن الله في 10 صفات من العبادات والطاعات والأخلاق يقارن بين الرجل والمرأة، الذاكرين والذاكرات، الصائمين والصائمات، القائمين والقائمات، القانتين والقانتات. 9 آيات، ربما أزيد وأنقص، أنا دا أذكر وضوء الآية الشريفة. يقال ما إن سمعت هذه البنت والبنت الثانية إلا وأسلم، لأنه أعطى النتيجة أنه الله سبحانه وتعالى جعل الرجل والمرأة في حد سواء في التربية والتعليم. نعم، باعتبار الجسم، المرأة لها جسمها والرجل له جسمه، جسم خشن، جسم لطيف، وباعتبار الجسم الأحكام الشرعية تختلف. أما باعتبار الروح، الروح واحدة، الروح الإنسانية واحدة، ليست مذكرة ولا مؤنثة. فلذا في مقام التربية، في مقام الذكر، كلاهما يصلان إلى الله سوية. في مقام القنوت كلاهما يصلان إلى الله سوية. في الصيام، في الصلاة، كلاهما سوية. فأسلم. هذا من تدبر القرآن. وأما التلاوة، تلاوة القرآن التعمق في التدبر والتفاعل بالآية القرآنية، تطبيق القرآن في وجوده. كان خلقه القرآن، رسول أعظم كان خلقه، يعني يجسد ويجسم لنا القرآن بآياته وسوره وحروفه وحتى حركاته وسكناته. فالتلاوة بالمثال أقرب هذا المعنى. فضيل كان من السارقين معروف، أراد أن يخطب فخطب من شخص بنته، قال له عمي أنت حرامي سارق معروف، أنا شلون أعطي بنتي إليك؟ قال له ما تنطي بنتك، أنا أسرقها منك، أسرقها منك. راح يوم الثاني سحرا، صعد على السطح لكي يسطو على صاحب الدار ويسرق بنته، وإذا صاحب الدار سحرا كان يناجي ربه ويقرأ القرآن. القرآن في الأسحار مهم. فقرأ هذه الآية، كان يقرأ هذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يقول هذه الآية ما إن سمعها أخذت من وجوده، دخلت في كل وجوده، أعماق وجوده، فارتعدت فرائسه وقال يا رب يا رب أنا. فتاب إلى الله وأصبح من أهل العرفان، من أهل المعرفة. طبعا صوفي هذا بحث آخر، ولكن على كل حال هداه الله إجمالا. نعم. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إنما يكون بالتلاوة، تلاوة القرآن. طبعا التلاوة لها معاني أخرى، ولكن هذا كمعنى جديد يعني بالنسبة لي. في القمة الترتيل والتدبر والتلاوة. والتلاوة هو عبارة عن تفاعل الوجودي مع القرآن الكريم. الشاب في الحديث الشريف: الشاب الذي يقرأ القرآن في أيام شبابه فإن القرآن يختلط بلحمه وعظمه ودمه، ويجري في وجوده مجرى الدم في وجوده. مجرى الدم إنما يكون لحياته الدنيوية، ولكن بالنسبة إلى الحياة الأخروية إنما يكون القرآن الكريم يجري مجرى الدم، يعني يعطيه حياة أخروية، هي الحياة الطيبة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لنحيينه حياة طيبة إن شاء الله. أحسنتم سيدنا العزيز. إن شاء الله نستكمل الحديث مع جنابكم الكريم. نذهب إلى وقفة قصيرة، فاصل، ومن ثم نواصل أحبتي الكرام. إن في التجويد، سواء كان في الصلاة أم في قراءة القرآن أو الأدعية، يسلب الخشوع، لأن توجه النفس إلى جهة خاصة يؤدي إلى انصرافها عن سائر الجهات. ولعل هذا أحد الأسرار التي لأجلها لم يهتم أئمة الدين بترغيب الناس في ذلك. العارف الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام. نستأنف الحديث مع سماحة السيد العلوي. سماحة السيد، في هذا الوقت المتبقي باعتبار نعم حسب موعد الإخوان نعم أنه شعاع من روايات نعم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، روايات مخالفة الهوى، فاسمح لي لا أقل ولو جملة من الروايات في هذا الباب نتعرض. طبعا هذه الرواية تحتاج إلى شرح وبيان، نعم، لكن الوقت قصير، فأنا إجمالا أذكر بعض الروايات. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام الصادق روحي فداه، من غلب علمه هواه احنا عندنا العلم علمان، علم نافع وعلم ضار لا ينفع. وفي تعقيبات الصلاة أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، يا علم لا ينفع ويا علم ينفع في هذا الحديث. جميل. قال عليه الصلاة والسلام: من غلب علمه هواه، يعني يكون العلم العقلانية يغلب الهوى، والعلم يغلب الهوى، فهو علم نافع. هذا علم نافع ينفعك في الدين والدنيا والآخرة، نور لك في الدين والدنيا، يمشون بنورهم في الدنيا ويسعى نورهم في الآخرة. ومن جعل شهوته تحت قدميه، عجيب، من جعل شهوته تحت قدميه. شهوة الآن، ساعة شهوة كما قرأت الحديث، ساعة شهوة. يقول: لا، أجعل شهوتي نفسي تحت قدمي. من جعل شهوته تحت قدميه فر الشيطان من ظله، مو من شخصه، من خياله، من خياله، من ظله. كلام عجيب، أنه شيطان يفور، يقول: هذا لا، هذا ما أقدر له، هذا خلى هواه تحت قدميه، فيفر الشيطان من ظله. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فإن رسول الله صلى الله عليه كان يقول، كان يدل على الاستمرار: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات، واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره. يا أخي، صلاة الصبح، صلاة الليل، هو الإنسان نايم مرتاح مثلا، وإذا به شوقه، قلب يدنيه إليك، شوق القلب، يقوم إلى صلاة الليل، يقوم إلى صلاة الصبح في وقتها. وطوبى لمن كان هذا حاله في صلاته في أوقاتها. كان من علامة الشيعة أنهم يصلون في أوقاتها، فيكون شيعيا حينئذ حقيقيا. واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا ويأتي في كره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. لماذا يعصي؟ لأنه شهوة، فإذا غلب شهوة انتصر، وكان من العلم النافع. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، ينزع الشهوة ويقمعها، يضربها على رأسها، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنها لا تزال تنزع إلى المعصية، تهوى، تشتاق إلى المعصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، يعني دائما يرى نفسه مقصر. اللهم لا تخرجنا من حد التقصير. دائما يرى نفسه أنه مقصر في حق الله، فلا يزال زاريا عاتبا معيبا عليها، على النفس، ومستزيدا لها. في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، يعني يا عباد الله، إن من أحب عباد الله، من أحب عباد الله عبدا أعانه الله على نفسه. الله إذا أحبك يعينك على نفسك. قد خلع سرابيل ملابس، سرابيل الشهوات، وتخلى من الهموم إلا هم واحد، ما عنده هم إلا هم واحد، وهو الله، وهو الآخرة. انفرد به فخرج من صفة العمى. هذا لا يكون أعمى في الدنيا، فكذلك في الآخرة لا يكون أعمى. يقول: لمن حشرتني أعمى؟ يقول: أنت كنت في الدنيا أعمى، أتتك آيات الله وأنت نسيتها وعميت عنها، لم تعمل بها، فاليوم تحشر أعمى. ومشاركة أهل الهوى فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه. من يخالف الهوى يكون أوتد الأرض، مسمار الأرض، أوتاد الأرض، يعني بهم الأرض تدور، بالله سبحانه وتعالى تدور، ولكن لله الأسباب. قد ألزم نفسه العادل. هذا الذي يخالف الهوى يكون عادلا، لا عادل اسمي مثلي، لا عادل عملي واقعا. فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، هذا أول العدل. آخر العدل الله أعلم، العصمة آخر العدل، العصمة الأفعالية والعصمة الذاتية. أول أن يخالف الهوى عن نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل هواك بعقلك. قاتل، مقاتلة، حرب، مجاهدة، جهاد الأكبر. قاتل هواك بعقلك، كن عاقل. فإن من يعمل معصية يكون جنونا، مج في عقله مجا. في الحديث الشريف: من يعمل ذنب، أول ذنب أو آخر ذنب، وسط الذنب، أينما كان، بمجرد أن يفكر بالذنب ينقص من عقله شيئا. عقله كامل. اللهم ارزقني عقلا كاملا وربا راجحا وعملا زكيا وعملا كثيرا واجعله لي ولا تجعله عليه، في آخر دعاء المضامين، مضامين عالية المضامين. وقال عليه السلام: كم من عقل أسير عند هوى أمير، كم من عقل أسير عند هوى أمير. وقال عليه السلام: من كرمت عليه نفسه واقعا هكذا. إذا الإنسان كريم النفس، يحترم نفسه. اكو واحد يحترم نفسه، اكو واحد ما يحترم، يقول يا عم احترم نفسه، هسه ما تحترم الحضور لا تحترم، ما عندك حي الحضور، هاي الكلمات الفحشيه مو مهم. فاليوم صعدت بالسياره، ما اقول وين، صعدت بالسياره واذا هذا السكن اخذ يفحش. هسه انا قاعد قدام، هو ما شافني، السكن ما شافني، فحش يعني عاري، والعياذ بالله عاري. واذا السايق عانه، هيك هيك من اختك وعرضك وفلان، وبعد هذا الموجود بالاسواق، المتاع الذي موجود في الاسواق، فحش عاري بتمام المعنى. فذنب التفت الي قال: سيدنا معذره سامحني. قلت له: عمي اعتذر من ربك، الله دا يسمعك ويشوفك، هسه انا منو؟ انا سيد معمم، احترمتني جزاك الله، لكن احترم الله، احترم تحترم. نعم. ما لكم لا توقرون الله، وقروا ربكم، احترم الله. والله ألم يعلم بأن الله يرى، بأن الله يسمع، هم سميع وهم بصير، احترموا الله. لذلك يقول: ما لا تجعل الله أهوى الناظرين إليك. إليك، كما في دعاء أبي حمزة، لذا قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. شهوة شنو؟ أنا كريم النفس أجي ألوث نفسي بنظر إلى امرأة أجنبية بشهوة؟ أبدا. كريم النفس أنه أفحش في كلامي، مو عيب علي، واقعا مرجع تقليد سامع إلى الآن واحد مرجع تقليد يفحش في كلامي، ليش؟ لأنه مكرم نفسه، يقول لك مرجع تقليد. هسه مرجع تقليد يلعب طوبة، هذا مسألة أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن مرجع تقليد أنه يفحش في كلامي أبدا، محترم نفسه. فالإنسان اللي يحترم نفسه ما يفعل المعصية أمام الله سبحانه وتعالى. في وصية الإمام الباقر لجابر الجعفي: وتوقع مجازفة الهوى بدلالة العاقل، يعني ابتعد عن الهوى، توقع ذلك أنه العقل خليه يدلك، وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم، خلي العلم يرشدك أنه هذا هوى فلا تفعله، فلا تقترب منه. في مواعظ الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام روحي فداه، قال له رجل، لطيف هذا الحديث، قال له رجل: أوصني. هو يجون أخوان، وصينا سيدنا فد وصية، قال له: أوصني. هاي عند الناس موجود، عندما يلتقون بالمراجع بالعلماء يقول لك: اعطيني فد وصية، فد نصيحة. فقال: أوصني، عمل جيد. قال عليه السلام: وتقبل؟ شرط، أوصيك تقبل مني؟ قال: نعم، إمامي واجب الطاعة. قال: توسد الصبر، وسادك خليه يصير الصبر، يعني اعتمد على شنو؟ على صبر. كن صبور في المتاعب، في المشاكل، في المصائب، كن صبورا. واعتنق الفقر، إذا فعلا قدر لك أن تكون فقيرا، الفقر الذاتي هذا موجود، الفقر العرضي، فاعتنق الفقر. وارفض الشهوات، الشهوة ارفض، وخالف الهوى، شهوات وخالف الهوى. واعلم أنك لن تخلو من عين الله، اعلم أنه الله يشوفك، لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة. في مواعظ الصادق عليه الصلاة والسلام قيل له: أين طريق الراحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في خلاف الهوى. تبي ترتاح؟ خالف هواك. قيل: فمتى يجد عبد الراحة؟ إذا أنا شو وقت أشوف الراحة؟ قال: عند أول يوم يصير في الجنة. الجنة دار الارتياح. الأحاديث متواترة ومتضافرة كثير مع الأسف. أنا بودي أن هاي الأحاديث ولو الإنسان يسمعها كلامك يوجب نورانية القلب إن شاء الله. في ليلة الجمعة سماحة السيد، ونسألكم الدعاء، وكثير من السادة المشاهدين الذين يشاهدون يطلبون منكم الدعاء. لا أدري، اسمح لي، ليلة الجمعة ليلة دعاء كميل. نعم. وما أدراك ما هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء عالي المضامين. فإني أقرأ المقطع الأخير من هذا الدعاء قربة الله تعالى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك يا الله، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، ومن علي يا الله بمحمد وآله، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله من آله وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء. أحبتي الكرام، لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة، حتى الغد أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.